تيجي صاحبتك فجأة بتقولك عم بحس بهبات ساخنة وباردة، ما عم بحس اني انا مبسوطة زي زمان، كأني شوي متضايقة، صحتي مش مثل قبل ومش قادرة امارس رياضة ولا حتى حياتي بصورة طبيعية. تحتاري مع صاحبتك وتكوني مش عارفة يا ترى اللي بتحس فيه شي طبيعي ولا بحاجة لزيارة الطبيب. بتيجي واحدة ثالثة على طول بتفاجئها بكلمة يمكن وقعها تقيل: انت بسن اليأس. في حلقة اليوم نحن رح نبين انه سن اليأس هو سن الامل، لانه هو السن اللي بيجي للمرأة في مرحلة بتكون تقريبا ربت اولادها خلصوا جامعات، في منهم اتزوج والبعض منهم ايضا صار عنده اولاد وتستمتع باحفادها، وصار عندها امل مرة تانية انه تمارس دورها الاخر في الحياة من النجاح المهني، من ممارسة الرياضة وحتى الاستمتاع بحياتها الاجتماعية. في لقاء اليوم مع الدكتورة ميسون القيسي أخصائية النسائية والتوليد راح أفتح أنا وياها ملف سن الأمل عند المرأة. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. سن الأمل والمعروف اصطلاحا بين الناس سن اليأس يمكن بشكل قلق لكثير من السيدات، نحكي عنه، ما هو تعريفه ومتى يأتي للمرأة بالتحديد؟ سن الأمل مثل ما خبرتي أنت وحلوة المقدمة كانت، هو السن اللي تنقطع بالدورة الشهرية للمرأة. وليش تنقطع الدورة الشهرية للمرأة؟ لأنه البويضات اللي موجودة في المبيض تنتهي صلاحيتها، فلذلك ما يعود يتكون هرمون الاستروجين، وهذا هرمون الاستروجين هو الهرمون المسؤول عن التبويض والمسؤول عن الدورة الشهرية أو الدورة الشهرية. فإذا انقطعت راح يعمل أنه في غدة في الدماغ تفرز إفرازات أكثر من اللازم اللي هي FSH. هاي الـ FSH لما ينفرز والمبيض مقاوم ما عنده بويضات تنتج هاي الهرمونات يؤدي إلى عوارض، فهاي العوارض طبعا متعددة سنخبركم عنها بعدين، فنسمي هذا هو السن، كان يسموه سن اليأس بس الآن نقول سن الأمل، لأنه مرحلة انتقالية من عمر المرأة من وجود دورة إلى عدم وجود دورة، من تكوين بيبي وفيها تحمل إلى أنه ما تقدر تحمل بعد. طيب دكتورة، يمكن كتير بحب يعرف المرحلة العمرية اللي بيحدث فيها هذا الشيء مع المرأة. طبعا هي المرحلة العمرية مرحلة طويلة، يعني قد نقول أنه قد تبدي من سن 40 إلى سن 58، وحتى مرات في حالات نادرة تجينا يعني 60 سنة ولا تزال عندهم الدورة، وكله يعتمد على طبعا عوامل كثيرة بعدين تحبون تسألون فيها. المرحلة النانب دول الخليج غالبا تكون ما بين 50 إلى 54 سنة تنقطع، بس مو معناها إذا انقطعت بالخمسة وأربعين تكون حالة مرضية أو غير طبيعية. طبعا حدا نحكي على الحالة الطبيعية لانقطاع الطمث، لأن في حالات صناعية يعني مش بإيدينا، هي تنقطع لأسباب مرضية معينة، مثلا إذا هي تعرضت لإشعاع مثلا بوجود بس مرض لا سمح الله في جسمها، وتعرضت إلى تداوي بالإشعاع أو تعرضت إلى تداوي بالمواد الكيميائية، فهذا كله يقتل البويضات ولذلك يسبب لها حالة انقطاع الدورة الشهرية، أو مرات لأسباب معينة مثلا مرض في المبيض أو مرض في الرحم نفسه، فقد نستأصل الرحم نستأصل المبايض، فتكون هذه مو حالة طبيعية لانقطاع الطمث، إنه حالة مرضية أدت إلى هاي المشكلة. طيب يعني إذا قلنا إنه قبل وبعد 50 بشوي صغيرة هو العمر الطبيعي لأنه المرأة يبدأ عندها الانقطاع الطبيعي للدورة الشهرية، نأخذ فكرة من حضرتك بصورة علمية، ما هي الأعراض المصاحبة لفترة انقطاع الطمث التي تعد أعراض طبيعية؟ والله الأعراض كثيرة، يعني تمتد من أعلى الرأس لتحت القدم، يعني كثير أعراض. مثلا أقدر أختصرها أنه الأعراض المهمة اللي دائما إحنا تواجهنا هي التعرق الشديد. يعني أول ما يجونا أنه عندهم تعرق شديد وعندهم هبة حارة، والهبة الحارة وين تجي؟ في منطقة الرأس ومنطقة العنق،
والحقيقة تكون مزعجة وتطول من إلى few seconds يعني ثواني عديدة إلى مرات إلى 10 دقائق. وهذا التعرق أيضا يختلف، أكو تعرق بسيط أكو تعرق جدا شديد، يعني يضطرون أن يغيرون الشراشف أثناء، وسبحان الله ما يجي إلا أثناء الليل، يعني بالنهار يكون قليل. وعندنا مثلا يصير الجلد جفاف بالجلد، الممر يعني الذاكرة شوية تبطأ عند المرأة، المود يختلف، يعني يمكن هي تكون جدا فرحة ومن نوع اجتماعية قد يتغير المود عندها، يصير مرات التهاب في المفاصل أو أوجاع في المفاصل، الجلد يكون جدا جاف، مرات حتى يكون جفاف بالعين لذلك يحتاجون إلى بعض القطرات، المثانة يكون تهيج أيضا في جدار المثانة نتيجة الجفاف العام اللي يصير، فتصير مسألة عندهم في التبول شوية مشكلة، أما التبول يكون سريع أو مثلا ما يتحكمون في التبول. بعدين أيضا الحرق، يعني حرق الأكل اللي يأكلوه يكون أقل، فلذلك السمنة تزداد بهالمرحلة. وأكو حالات يعني مثلا أقدر أقولها تزيد عندهم هذه الأعراض، خاصة اللي هم يدخنون، يعني التدخين هذا مصيبة لأن في كل شيء يتدخل، فالمدخنات يكونون عرضة اللي يكون عندهم هاي الأعراض أكثر من غير المدخنات. وبعدين طبعا تايب الأكل، يعني اللايف ستايل وعمل الرياضة، يعني كل هذه يأخر من هالأعراض أو يقللها. طبعا بالإضافة للمجموعة كبيرة من العوارض اللي حضرتك قلتيها، في بعض السيدات أيضا بيشكو من الجفاف الشديد في المناطق النسائية الخاصة، وأيضا بيشكو من تغير الحالة النفسية. فرح نحكي عن الحالة النفسية، بس نحكي كمان عن الـ يعني الطب النسائية تحديدا فيما يتعلق بالمناطق النسائية وعلاقته بفترة انقطاع التمطر. والله الموضوع جدا مهم، أنا very interested يعني بهذا الموضوع الحقيقة، لأنه أكثرهم يشكون، يمكن تشكيلي من الهبة الحارة بس تشكي من أنه جفاف في منطقة النسائية أكثر. ليش؟ أنه يأثر على علاقتها بالزوج. هي طبعا جفاف العام من ضمنه يكون جفاف في جدار المهبل، نتيجة الجفاف العام، الجفاف العام بسبب انقطاع الدورة، انقطاع لأن الاستروجين، هو الاستروجين يساعد على السوائل تكوين السوائل، فلذلك انقطاعه أولا شيء يصير، يصير أنه منطقة الجلد داخل المهبل خفيفة، يعني كأنما الجلد في كل جسم حيكون خفيف، كذلك في داخل المهبل ويكون الجلد أيضا غير رطب جاف، كذلك مثلا في الوجه في الإيدين في القدم، هذا شيء يؤدي إلى تشققات داخل المهبل، فذلك حتى ممارسة العلاقة الزوجية العادية تكون جدا صعبة للمرأة. وقد تشوف مثلا تكون هي مينوبوز يعني دورة اختفت عليها، بس تجي مرات قطرات من الدم أثناء العلاقة الزوجية. طبعا هي جدا مهمة أنه نعرف أنه سببها الجفاف ولا سببها أسباب ثانية. وهسه الحمد لله في الوقت الحاضر في أدوية ممكن نستعملها لأنه نقلل من الجفاف، في أجهزة معينة ممكن استخدامها أيضا لتقليل، إذا تحبون نتكلم عليها بعدين. دكتورة، في كمان استفسار إجانا من متابعة، مثل ما حكيت لحضرتك إحنا الحلقة إعدادها مشترك ما بين مجموعة كبيرة من السيدات المقيمات في دبي، بتسأل إنه الأعراض النفسية من حيث مثل ما حضرتك قلتي الست بتكون فرحة وسعيدة، لكن فجأة بتلاقي حالها مش بالمود أو متوترة أو مودي، هذا له علاقة بطبيعة الشخص نفسه ولا هذا من ضمن الحالات الشائعة اللي بتصيب المرأة في فترة انقطاع التمطر؟ طبعا هذه تعتمد على كمية شقد تأثير الهرمون، ما هو الهرمون عبارة عن يعني هرمون بالجسم، أكو ريسبتر احنا نقول يعني مثل مستقبلات لهذا الهرمون، فكل إنسان تختلف المستقبلات مالته عن الإنسان الثاني، فإذا هي مستقبلاتها حساسة أكثر رح تعاني أكثر، فمن ضمنها طبعا هاي المود والتركيز وال انه ما تحب تطلع وتحب مثلا حتى نومها متقطع، ما تقدر تنام بالليل نوم كافي، فهي من الاسباب اللي هو قله الاستروجين وانقطاع الدوره. ومرات على فكره يعني هذا يصير قبل انقطاع الدوره بسنتين ثلاثه، احنا نسميه
pre-menopausal، يعني ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، تكون دورة موجودة عندها والدورة منتظمة، بس ما يكون في تبويض كفاية أو بويضات قوية تنطي الإستروجين الكافي لجسمها. الدكتورة، بالنسبة للتغيرات اللي بتصير سواء جسديا أو نفسيا، هل بتحسي أنه دعم الأسرة والزوج والصديقات بفيد في التخفيف من هاي الأعراض؟ شو رأيك في هاي الفكرة؟ والله أكيد أكيد، يعني في هي حالة من كل الحالات اللي نمر بيها، يعني حالة حزن يحتاج الإنسان إلى دائما اللي يحبهم حواليه، حالة الفرح يحتاج إلى الناس اللي حواليه، فهاي الحالة هي تمر بيها لازم احنا نقدرها، يعني مو انه واحد اوكي لازم مر غير نسوان مروا بيها انت همين مررتي بيها ما تفكرين بيها، لا تحتاج لعاطفة اكثر، تحتاج لاهتمام اكثر، تحتاج اجتماعيا تكون اكثر، يساعدوها زوجها، يساعدها اولادها، بناتها، صديقاتها المحيطين بيها. بعدين دائما التحدث يعني مع الصديقات عن الموضوع، اكو صديقات يكبرون الموضوع ويهولوه ويمكن يزيدون من الطين بلة، واكو صديقات بالعكس يهونون من الامر وعندهم خبرة جيدة وهم يكونوا على ثقافة عالية، فهي هاي نوع الصديقات اللي يفيد الواحد دائما يختلط بيهم حتى يقلل من الشعور اللي يشعر به. صح، من جاور السعيد يسعد دائما. اكيد. صحيح. دكتوره، في مدرستين دائما بنسمع عنهم، واحده بتشجع اخذ الهرمونات ما قبل فتره انقطاع الطمث واثناءها حتى نعوض فقدان الاستروجين وبعض الهرمونات الاخرى اللي بتفقدها المراه في هاي المرحله، والبعض الاخر يحذر منها تماما. راي حضرتك؟ والله رأي حضرتي أنه الموضوع جدا مهم هذا، لأنه it's a controversy، يعني بالعالم كله النقاش يدور على هذا الموضوع. طبعا فترة من فترات في أمريكا كانوا يستعملون كل النساء لعمر 70 سنة يستعملون الهرمونات، بعدين فجأة طلعت دراسات أنه يأثر على القلب، يأثر على الأوعية الدموية، يزيد حالات تخثر الدم، يزيد حالات تخثر مثلا بالأوعية الدموية في الدماغ، الستروك اللي هو النزف الدماغي يزداد، لذلك خاصة وإذا عندك كمان مثلا هيستري العائلة عندهم بشي بالصدر أو في الرحم مثلا أمراض، ما أمراض سرطانية لا سمح الله، فلذلك كله يزيده، فقللوا من استعمال الهرمونات. هسه امتى نستعمل الهرمون؟ بحالات شديدة جدا، بس دوز جدا قليل، يعني اكو دوز يحتوي استروجين بروجستيرون، اكو يحتوي استروجين جدا قليل بروجستيرون شوية عليه، فاحنا نفضل هذا النوع من الهرمون. البروجستيرون هو حماية، حماية للصدر، حماية لعنق الرحم، استروجين خفيف يساعدها. وامتى نفضل مثلا نستعمله؟ ما قبل انقطاع الدورة نهائيا. طبعا هو تعريف انقطاع الدورة يكون 12 شهر، يعني 12 شهر ماكو دورة معناها المرأة دخلت في مرحلة سن الأمل مثل ما تقولين. بس إذا أفرضي 3 شهور وجتي دورة وثلاث شهور جتي دورة، هذا بعدنا احنا بيرامينوبوزل، ما قبل انقطاع الدورة. بهالحال نعطيهم مثلا حبوب منع حمل تكون خفيفة، الاستروجين بروجستيرون يساعدها كثير، يساعدها، نعطيهم بعض المكملات الغذائية أيضا. فأني رأيي أنه ما قبل انقطاع الدورة، انقطاع الطمث والدورة الشهرية، ممكن أساعدهم بهرمونات جدا قليلة، وأنطيهم المكملات الغذائية الجيدة اللي ممكن أيضا تساعدهم، لكن على فترة قليلة ودوز قليل. بعد انقطاع الدورة لا، الأفضل ما ننطيهم إلا إذا كانت حالتهم جدا شديدة. دكتورة، يعني بعض الأمراض المصاحبة لهذه الفترة والمرحلة العمرية ممكن بعض السيدات يعزوها لفترة انقطاع الطمث، هل هناك بعض الأمراض اللي حضرتك ممكن هلأ تلخصي لنا إياها من الطبيعي إنها تأتي للمرأة بسبب انقطاع الطمث، أم أن هي مقولة خاطئة؟ لا، مثلا في كثير يجونا عندهم مايجرين. بالاول ما كان عندهم مايجرين، بس صار عندهم مايجرين اللي هو الصداع النصفي، وهذا ممكن يعني هي ما عندها بس لانه الاستروجين قل يصير. اكو كثير ما يشكون من امراض المفاصل، ما عندهم ابدا امراض مفاصل، بس يجون بعد انقطاع الدوره الشهريه يقول لك عندنا الام بالمفاصل، بالركبه، بالايد، بالكتف،
صح. ليش؟ لأنه الجفاف العام وقلة الأستروجين فتقلل المساحة ما بين مثلا مفصل ومفصل، لذلك تزيد من الأمراض. مثلا النظر، يعني بعد النظر وقصر النظر والمي البيضاء كلها أيضا تزيد في مراحل معينة، ومن ضمنها مثلا هي فترة انقطاع الدورة الشهرية، ولو تجي يعني بدون انقطاع أو بعد انقطاع الدورة الشهرية، بس هاي أكثر شيء نلاحظه هو الجفاف، خاصة الجفاف اللي يصير عند المرأة. طبعا ظهور تجاعيد، ظهور هاي كلها أيضا تبين بعدين، بس هسه ما شاء الله يعني ما في حدا عم يتجاعد التوفية هالايام. هسه الناس كلها ما شاء الله عليها نعم. حلوة ومرتاحة. يعني انا مرات بفكر انه يقال ان سن الامل او سن الياس سابقا هو سن فقدان الانوثه، ولكن ما نراه حاليا من نجمات جميلات وسيدات مجتمع وسيدات بيوت وامهات جميلات يمرون بمرحله سن الخمسين ولكنهم في منتهى الجمال، شو رايك؟ والله هي رأيي من رأيك، لأنه هاي الحقيقة، هي يعني عارفة يعني كنا مرينا فيها وأني مريت فيها، ما نقص شيء أبدا، يعني مجهودي زاد وبالعكس اهتميت بنفسي أكثر. يمكن أكو أشياء كنت أني ما أدير بال لها لأنه بعدني صغيرة، بس هسه اهتميت فيها أكثر وأروح رياضة أكثر، عندي علاقات اجتماعية أكثر، أصرف مجهود أكثر، أولادي كبروا، أحفادي كبروا، وأنا مرتاحة نفسيا، يعني ما شاء الله. يعني الحمد لله والشكر إنه أبدا ما تعيق أي شيء في الحياة أبدا. طيب دكتورة، بتحسي إنه في بعض الأطعمة أو نمط حياة صحي معين أو فيتامينز تنشرها من على الرفوف، يعني نحن نشتريها بدون وصفة طبية، ممكن تساعد المرأة في هاي المرحلة؟ ممكن مثل ممكن شو؟ أحب ممكن أعرف منك. في البلاك كوهوز، إذا سامعي البلاك كوهوز طبعا من المواد الجدا ممتازة اللي هي تقلل من الهوت فلاشز، يعني تقلل من الحرارة. الفلاكس سيد، بذر الكتان، موجود جدا عند العطارين هنا، وأكو حتى في سبينس متوفر، يعني يكون نظيف وجيد تستعمله. الصويا إذا ما كان عندها ضغط، لأنه في أملاح طبعا، هاي كل أشياء ممتازة. في وردة معينة يسموها ريد كلوفر، يجيبوها من مشرق في المغرب وتونس، موجودة على شكل عصير وموجودة على شكل باودر، هذه أيضا تساعد كثير بالهبات الحارة. وبعدين الأغذية الصحية دائما، يعني ابتعاد عن الدهون، ابتعاد عن السبايسي، الأكل الحار. وبعدين اكو شيء مهم اريد اذكره هسه، مثلا اكو ادويه يسموها بايو ايدنتيكال هرمونز. شو هي البايو ايدنتيكال هرمونز؟ هي مو كيميكال هرمون ابدا، هي متكونه من عباره عن مواد عضويه، يعني يكونون الهرمون كتركيبه هرمون، وموجود منها تركب في بلد معين وقسم، ان الحمد لله صارت يعني مختبرات معينه في دبي في ابو ظبي، وتنتج على شكل كبسول، على شكل جل، على شكل سيرب، على شكل دهون، ممكن إعطائها للمرأة تعويضي للهرمونات، وهذه آمنة ليس لها أي مخاطر. بس طبعا ما تستعمل أبدا إلا باستشارة الطبيب، لما يعرف الطبيب هاي الحالة شنو وش قد الجرعة، قد هو يركب الجرعة، يعني يقسم الجرعة حسب المريض ما يحتاج، وش قد الفترة اللي لازم ياخذها. طيب دكتورة، يعني للصبايا الحلوين اللي عم بيتابعونا وبيسمعونا، شو بتقولي لها إذا حست إنه هاي الفترة لأسباب كتيرة بتأثر على علاقتها بزوجها وبأولادها، كيف ممكن تتصرف بهاي الفترة؟ يعني أنا أقول دائما هو الإنسان قادر إن هو يمشي حياته، يعني هو اللي قوي المفروض يكون يقدر يسيطر على الوضع. فأتمنى من كل النساء يكونوا بهالطريقة. ليش؟ لأنه هي علاقتها بأولادها أكيد إذا في مشاكل حتكون في مشاكل، سواء كانت عندها دورة أو ما عندها دورة. أي فعلاقتها مع أسرتها، علاقتها مع زوجها، أنا وجه المشكلة مع الزوج، أي لأنه حيعاني وهي تعاني، وهذا اللي يسبب يمكن حساسية بينهم. هاي المفروض تلجأ للدكتورة، لأن الدكتورة عندها طرق معينة، مثلا إحنا نعطي جل، نعطي طبعا هي ما تروح للصيدلي وتقول له والله أريد لأنه عندي هاي المشكلة، فلح ينطيها أي شيء ممكن تستعمله. بس أكو مثلا الجل وكريمات معينة اللي تزيد الهايدريشن، يعني تزيد كمية المي في المنطقة الخاصة للمرأة، فإحنا ننصحها بيها.
بس الطرق مثلا عندنا الليزر وعندنا يعني ماشينز كثيرة اللي تساعد أيضا على سماكة الجلد المهبلي وتساعد على العلاقة الزوجية. بعدين بالنسبة للحالات النفسية والله قسم منهم يعني هم اوريدي عندهم يكون حالة من الكآبة الخفيفة أو حالة من مثلا تحب تكون وحدها، هاي المشكلة يعني يمكن حتعاني أكثر، يمكن هاي نوجهها إيه لمعالج نفسي، ممكن نوجهها إلى طبيب أعصاب أعرفه كيف يعطيها أشياء تساعدها ولو لفترة معينة، لأن ما نريد الحالة تزيد عليها، يعني المفروض الحالة تقل وهي تتحسن. دكتورة، كتير ناس بعتوا يسألوا عن موضوع هشاشة العظام، يمكن كثافة العظام تختلف في هذه المرحلة العمرية للمرأة، متى يجب على المرأة عمل فحص لهشاشة العظام؟ ومتى يكون الفحص الدوري للمرأة تأهباً لأنه جايتها مرحلة انقطاع الطمث؟ طبعا هذا يعتمد على الهيستوري، يعني هم عندهم هيستوري بالعائله في هشاشه العظم او لا، لان اذا كان في العائله هيستوري انه في هشاشه العظم المفروض تبديها من وقت مبكر، يعني مرات احنا 35 سنه واذا حسينا عندها اوجاع قويه واذا ما قدرت تمارس الرياضه بصوره طبيعيه وما شفنا نشاطها ملائم لعمرها، طبعا نعمل هشاشه العظام في ذاك الوقت. وهسه فيتامين د وكالسيوم والزنك طبعا اشياء مهمه روتينيه عم تنعمل، وكل ما كان ابكر والعظم لا يزال هشاشه فيه خفيفه، يعني عندنا احنا اوستيوبينيا اللي هي خفيفه وعندنا اوستيوبروسز اللي هي قويه، فلما تكون في حاله الاوستيوبينيا ممكن تعالج وما يصير بيها اي مشاكل. دكتورة، حتى لو كنا عم نحكي هلا عن فترة انقطاع الدورة الشهرية ما بين ما قبل الخمسين وبعد الخمسين بمرحلة بسيطة، إلا أنه ممكن يكون في بعض الاقتراحات من حضرتك للمرأة بسن العشرين والثلاثين تنتبه عليها حتى ما يأثر عليها مستقبلا، مثل شو؟ كثير نشوف من المريضات الآن بسرعة رادت تعمل طفل أنابيب، يعني الزوجة سنة ما حملت راح الطفل أنابيب، رادت جنس معين اتجهت طفل أنابيب، طفل أنابيب ما راح ينجح من أول مرة، يعني بالصدفة مرات ينجح من أول مرة بس مرات 3 4 5 مرات. طبعا هذا طفل أنابيب حيصير بعد أخذ هرمونات زيادة، وهاي الهرمونات كلها حتقلل مخزون البويضات الموجودة عند المبيض، طبعا هذا يؤدي أيضا إلى أنه تكون فترة انقطاع الدورة الشهرية أقرب. وفي شيء مهم أيضا، هاي الهرمونات كلها عبارة عن استروجين وهرمونات ثانية قد تأثر على المرأة مستقبلا بالعمق الرحم، على الرحم، على تليفات الرحم، على الصدر، فلذلك أنا أنصح المريض يروح على طبيبة يأس من الطبيبة هو اللي حيوجهها إلى أي طريق ثاني حتى يحصل على الطفل إن شاء الله. الله ينطي الطفل لكل امرأة متزوجة. كلام جميل دكتورة، فاصل قصير نتابع فيه تقرير صغير عن جميلات العالم بعمر 50 وراجعين. أهلا بكم مرة أخرى، ونتابع مع الدكتورة ميسون القيسي أخصائية جراحة النسائية والتوليد. أهلا بك مرة أخرى دكتورة. أهلا وسهلا. الدكتورة، هلأ رح نروح للمحور الوردي، البنات الصغيرات بأعمار 10 11 12 وحتى ال 15 سنة بدايات البلوغ، يمكن ناخذ منك فكرة متى يبدأ البلوغ عند الفتاة؟ البلوغ يعني نقول بين سن 9 سنين، ولا هو قليل بس هو هذا الحقيقة، مرات بين سن 9 سنين إلى سن 16 سنة نعتبره طبيعي. والمعدل هنا مثلا في دولة الإمارات بسن 11 سنة إلى 12 سنة، ويختلف بالنسبة للأشياء الجينية، يختلف بالنسبة لمنطقة تكون حارة أو لا، يختلف التغذية، يعني تغذية البنت تغذية صحيحة أو غير صحيحة، فعوامل كثيرة. وبعدين لك عوامل مرضية مثلا انه يتأخر سن
احنا نسميه مناركي، صلة طماطم، اكثر من ذلك لوجود عيب معين في داخل الاجهزه التناسليه او في الكروموسومات. فلذلك ننصح حتى الام انه اذا تاخرت البنت ل 14 سنه وهي ما صار عندها دورة شهرية أن تراجع الطبيبة حتى تعرف هذا الشيء طبيعي أو غير طبيعي، بواسطة أجهزة بسيطة يعني تقدر تعرف. هو عبارة عن التصوير بالموجات فوق الصوتية أو عمل هرمونات معينة أو عمل جينات معينة نقدر نعرف السبب. دكتورة، كيف تحضر الأم بنتها الصغيرة لهذا اليوم في رأيك أنت كمختصة؟ يعني لازم تكون في علاقة صداقة دائما بين الأم وبين البنت، فأنا أفضل تفهم من الأم أحسن ما تفهم من صديقاتها. فالأم تهيئها إنه هذا الشيء طبيعي، والآن بالمدارس يعلموهم يعني في حصص البيولوجي يعلموهم عن الأعضاء التناسلية ويعلموهم عن موعد الطمث وكيف الطمث يصير. فأنا مرات أتفاجأ إنه حفيدتي اللي لا تزال عمرها 8 سنين تنطيني معلومات أنا يمكن كان عمري 14 15 سنة ما أعرف بيها. فطبعا تطورت الحياة، فالأفضل الأم تهيئ ما دام هي عرفت عن طريق المدرسة بهذا الشيء إنه تهيئها لهالموقف، حتى تعلمها الهايجين، النظافة، شلون إنه إذا صار عندها أوجاع غير طبيعية تخبر أمها. الدكتورة، بعض الأمهات بعتوا يسألونا إنه البنات عندهم بلغوا بسن 10 سنين و11 سنة، وحضرتك قلتي إنه هذا طبيعي، ولكن لا تأتي الدورة منتظمة كل شهر، يعني بتيجي شهر وبتقطع شهرين وبترد، بتيجي بترد بتروح، هل هذا طبيعي؟ ومتى تفهم الأم إنه في شيء مش طبيعي ولازم تاخذ بنتها على الدكتور؟ طبيعي ايه، لان مرات ما يصير تبويض كل شهر، يعني يجوز تجي الدورة يكون تبويض كل شهر تكون منتظمة عادية، يمكن 11 سنة وهي تبقى دورتها منتظمة، ومرات لا تجي الدورة وما يصير التبويض الا بعد 3 شهور، فمن يصير تبويض مرة ثانية يلا تجيها الدورة. يعني هذا طبيعي. هذا طبيعي ايه، ما تقلق من عنده. بس اللي تقلق من عنده مثلا الام، لا الدم المتقطع اللي يجيها مثلا، في يجيها نفس الدم الدورة. في نفس الدورة الدم متقطع نص الدورة، أو جاها دم غزير جدا مو دم دورة، هذا يكون أو يكون أوجاع جدا شديدة تصاحب الدورة. هذا الشيء اللي المفروض الأم تراجع بيه الطبيب حتى نقدر نعرف هل هو سبب من الرحم، شكل الرحم، وجود لحمية داخل الرحم، أو وجود كيس على المبيض، أو أكو مرض مثل نسميه إندومتريوسيس اللي هو عبارة عن أكياس دموية تصير خارج المبيض. لأنه هذا اكتشافها مبكرا علاجها مبكرا يكون جدا أسهل. طيب دكتورة، هل صحيح إنه في منطقتنا البنات عم تبلغ أسرع من الوقت الماضي بسبب الأغذية المهرمنة وبسبب المنطقة الحارة اللي إحنا الآن عايشين فيها؟ اي الحر يأثر دائما، لذلك نشوف مثلا مرات دائما يقولون لما كنا صغار ندرس انه في الهند يبلغون عمرهم 8 سنوات. ليش بالهند يبلغون؟ لانه الجو حار. طبعا هسه الجو حار صار هذا الجلوبال، هلا بالعالم كله الجو حار، بس منطقة الخليج هي منطقة حارة، لذلك البنات صحيح يبلغون يعني اكثر من المنطقة مثلا في اوروبا او المناطق الباردة. طيب دكتورة، يعني نحن حكينا عن ما تحتاجه المرأة من الطبيبة النسائية منذ عمر الورد وحتى سن الأمل، ولكن ما هو المعدل الطبيعي لزيارة الطبيب النسائي بالنسبة للمرأة حتى لو ما كان عندها أي أمراض؟ وما هي الفحوصات الدورية اللي لازم تنعمل للمرأة بسن الإنجاب وحتى بعد انقطاع الدورة الشهرية؟ طبعا قلنا على انه في مرحلة الصغر يعني مرحلة المناركي اول ما يتكون تجي الدورة الشهرية، كيف انه اذا صارت مشاكل تراجع، لازم الام تراجع المريضة، وطبعا حسب الحالة مع البنت حتنطيها مواعيد الطبيبة. عندنا شيء مهم اريد هم انطي ملاحظة مهمة، انه هسه في الفاكسين اللي هو نعطيه للاتش بي في فايروس اللي هو عنق الرحم فيروس صارت الحيوي عليه اي، ضجة هذا، صح؟ طبعا صار الضجة عليه، بس هو جدا حميد وجدا بيوقي البنات من لا سمح سرطان. الله من سرطانات عنق الرحم، لانه هو ينتقل عن طريق العلاقة التناسلية والعلاقة الزوجية. فقبل ما
تبدي بمرحلة مثلا 18 سنة ممكن تؤهل للزواج. احنا نفضل مثلا من عمر 11 سنة انه تاخذ، والتلقيح سهل، مثل تاخذ بعد شهر تاخذ جرعة، بعد شهرين تاخذ جرعة، وتكون ارتاحت الام وارتاحت البنت انه يصيبها خاصة الانواع الخطرة منها. هذه بالنسبة للبنات ما قبل الزواج. المرأة من تتزوج قبل الزواج عندها فحص لازم تعمله، يعني تتأكد من، يعني أني بالنسبة لي مهمة هاي، تتأكد من الرحم يكون طبيعي، مبايضها تكون طبيعية، نفحص صدرها يكون طبيعي. ليش؟ حتى مو تتفاجأ تتزوج ويكون عندها مثلا تليف كبير أو مشكلة على عنق الرحم وتقوم تعاني أثناء العلاقة الزوجية. فلذلك الفحص قبل الزواج مهم. بعدين ورا الزواج نقدر نعمل، نقدر كل سنتين نعمل فحص الباب سميري، اللي هو عبارة عن أخذ خزعة من خلايا عنق الرحم حتى نشوف هذه طبيعية ولا لا. واللي ما ماخذه تحصين لازم نعمله ولو مرة واحدة الفيروس، نشوف موجود الفيروس أو لا، حتى نعالجه بالوقت المناسب ولا ينتقل إلى النوع اللي أعلى. وبعدين طبعا المرأة إذا حملت، هاي الفحص الدوري للحمل ما بعد الولادة، عندها فحص معين ورا ما تولد 40 60 يوم. والأفضل هي إنه سنويا المرأة تفحص، يعني تفحص، ناخذ لها مسحة عنق الرحم، ناخذ المسحة العادية مال المزرعة للبكتيريا، نشوف صدرها ورا مانيوال يعني، أو بالتصوير التلفزيوني بدون الماموغرام. بعدين لما تصير عمر مثلا عمر 40 سنة، لا الفحص اللي هو فحص نوديه إلى مركز معين لفحص الصدر اللي نسميه ماموغرام، اللي هو مزعج ويضوجون منه، وهاي بس هو فحص مهم مع التصوير طبعا بالتصوير التلفزيوني للصدر. والمسحة مثل ما قلنا هي مهمة. والفحص السنوي مهم انه نعمل تصوير تلفزيوني إذا المرأة طبعا متزوجة عن طريق المهبل، لهذا يبين لنا وضع الرحم، يبين إذا في تليفات، إذا بطانة الرحم سميكة، إذا وجود أي أكياس غريبة على المبيض، حتى نقدر نعالجها بالوقت المناسب. فأتليس يعني نقدر نقول كل سنة خلي المرأة تراجع إذا ما عندها أعراض. إذا عندها أعراض طبعا وتحست بأي عارض تراجع رأسا دكتورة. شكرا جزيلا دكتورة، يعطيك ألف عافية.